رحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سید صداقت علی حاضر خدمت ہے. آج کے سبق میں ہم سورۃ الروم کی آیت 37 اور 38 پڑھیں گے. تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یروا أَوَلَمْ يَرَوْا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ نون پر غنہ اللہ کلام موٹا. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ يبسط الرزق يبسط الرزق يبسط الرزق يبسط الرزق رزق رزق لمن يشاء لمن يشاء. آواز ناک میں جائے گی. لمن يشاء لمن يشاء ويقدر لمن يشاء ويقدر لمن يشاء ويقدر لمن يشاء ويقدر. شبش. إن في ذلك لآيات لي لآيات لي لآيات لي لآيات لي لقوم يؤمنون لقوم يؤمنون لقوم يؤمنون لقوم فآت ذا القربى فآت ذا القربى راپور قاف حلق میں صدا کریں گے. فآت ذا القربى فآت ذا القربى حقه حقه والمسكين والمسكين حقه والمسكين حقه وابن السبيل وابن السبيل با پر قلقلہ ہوگا. وابن السبيل وابن السبيل والمسكين وابن السبيل والمسكين وابن السبيل ذلك ذلك ذال ذال ہے زا نہیں ہے. ذلك 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 خير للذين خير للذين يريدون وجه الله يريدون وجه الله يريدون وجه الله يريدون وجه الله وأولئك 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 هم المفلحون هم المفلحون. ملا کے پڑھیں.
وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون مفلح نہیں پڑھنا مفلحون وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الروم کی آیت 37 اور 38 پڑھی آئیے اب انہیں آیات کی تلاوت سماعت فرمائیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم ناظرین سامعین آج کے سبق میں ہم نے سورۃ الروم کی آیت 37 اور 38 پڑھی بعد میں آپ نے انہی آیات کی تلاوت بھی سماعت فرمائی آج کی تلاوت میں جو میں نے لہجہ پیش کیا ہے اس کا نام ہے جرکا اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے آئندہ سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی اجازت